الله يحفظك الله يبارك فيك. مرحبا منين ما بغى مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان فين ما كان، داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في الاثنين بن أحمد قريم صطاد، واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. الخيرات نوريو الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، أيالة رجال بنات ولاد بتاريخ 27/11/2023. الخيرات نوريو الجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان. سبعة وعشرين خاطف لي بها الريالات بشحال بعتو هاد الخيش اليوم؟ ديال هاد الراجل الموجه اللي عمجا الخضرا جبتي هاد تبيع فيه؟ من ولاد شبانه انت شباني؟ انت هاد من هنا من جيت شو يقولوا لي هاد الجامع ولاد زايره بن ابراهيم عمتي لا جيت ولد العميه وجيت تعال ابو حسن هذا الراجل هذا حطب ولا تبن هو راه شاري هذا الراجل انت شاري هنا ما قلتيش الرحبه قلتو غاليه السلعه قليله ما كاينش وشحال تبعتي هذاك الخيط هذا ولدك؟ اييه ولدي تبارك الله اسمه هذا الولد هذا اسمه محمد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم سميه الرسول قول لي يا خويا شحال قلتي لك شحال بعتي هاد الشيء؟ انا خويا ب 750 واخا احمر واخا كبوري واخا راه جديد زينه بنزين وبيض وهاد هاد 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 ما عرفتكش علاش تشرك معاه اش عجبك فيه تشرك معاه؟ ها؟ ربع فايشات انا راه ما سجلتش في الركود رانا بيتا عن جيران الله يحفظك ما سكتيش بحال هذاك ما غاديش يسكت ما يسكتش بغى الفلوس باقي ما تدخلش مزيان والله ما تدخلش مزيان امين ها الدعيوه زوينه انا ولي تخلص مزيان الهديه ها انت عرفتيها والله ما كذبتي هاد الكلمه صدقتي فيها الله تعالى عز وجل نور تخلص مزيان نجيب قنب باش نربطك اش قلت لي مالو هو كاجدين؟ باش يسكت شحال هذا ما كنتي جيتي عندنا يلاه جيتي اليوم لا ما بقيتش لقيت معك حتى تنشي بحال لا كان هذيك النهار دايز في الشارع وقلت كثر لك اييه الله يعطيك الخير الله يعاونك هادو كلهم احبابنا الله يسهل عليهم انا ب 700 بال كبقى وشرى ما عيبش البيع وشرى حلال الله البيع وشرى وحرم الريبة 750 مش فاتي 700 تاعش هذا قمح لا بس 150 صاحبي تاعك سي ابو شايب يالله تعالى شتك حاط الارض سي ابو شايب ايوا بقى على الارض هر كلام مشروكين مشروك انا وهذا الراجل مسكين تا بقى راجل دروي فورا ولدك ما كاينش داير شغل وراسو 750 واخا حمراء 850 انت شنو هادشي انت؟ هذاك ديال القمح وطار البالا ولات ب 600 قال 20 عاد مواليها كي غادير 600 قال 20 600 عاد مواليها تيقول لي الناس سي بوشعيب هنايا في السوق الاسبوعي بالاثنين بن احمد قريب سطات تنحيوا جميع المشاهدين والحباب تونا في المكان كاين الله كاين المليح المليح كاين جديد هذاك الشيء ما نهضروش واخو ضاهي شحال بغيتيها؟ وما يدي المليح حلم الفول بوه هذا ليك من ولا يتوالو شحال هاد الخير نسيتوني خويا عندنا ثمن مليح اييه سمعت والثمن كي داير الثمن اخويا بعنا لي مع 900 وبعنا ب 8 ونص دابا هي اللي كاين وديروها 8 وصافي لا يا مسا 50 درهم هذا باش بعتو اياه فخري بكا والله ما خصك فيها والله 950 هذا هاد الثمن هذا والله ما كاين عند واحد ثمن مليح ثمن مليح ثمن باين مليح شحال هذا؟ عا خذ باش بعنا دابا 8 ونص ثمن جديد 8 ونص
بغاتكم اليوم عطيناكم شيء والله يسهل عليكم. كاين ناس واش يمكن؟ لا عاد مالي تمني ما كاينينش. مالي تمني ما باغيش الله يرحمنا. غادي نجبدوا عباد الله الراجل اللي شدك يحوج لك. سي بوشايب والله هادشي من التقوى والله ما عندي شتي فين يمشي بحرات ما عندي اسمعي يا سيدي حق ربي المعبود ديال الله تبارك وتعالى الراجل خصو التقوى راه شريت الدان كليت فهد والله داوى عليا الله يرحمنا وين الله ما يحافيناش هذا بوشايب ما يمحلك والو قالك سيدي تنوري المواليد الثمن الثمن والله صحيح المواليد الثمن عارفين المواليد راقد في دارهم وعارف الثمن بشحال يقول لك كذا راه واخا يصيفط دري ماشي انا غنقول واحد الكلمه قول سي بوشاي شفت الثمن دابا باش سيري تبعنا بن احمد دارت بوم في القاره دارت بوم في الجمعات من ليله دارت بوم في برشيد دارت بوم في ولاد سعيد حتى الغرب في كل بلاصه شابكه بحال حتى في طنجه الصحراء فين ما مشيتي كلشي تزرع فيه كلشي تزرع فيه تمشي لها تاولات هاد السيمانه الراجل تحك عند الراجل اللي باغي يبيع لك والله ما جا شاف السوق لا باع لك اما دابا خمسه تاع الناس من الصباح لنا اللي جاو عندي شحال الثمن ما يقولش السمه يقول لي واجر عندي واحد النويدر بغيت نبيع يلا اش غادي يبيعوك تماك يلا قول هذا السي بوشايب عنده ديريكت ماشي بحال ما هذا باش انا ما تيقش فيه لا هو زق لك بشي كلمه وزقك انا ما يزقينيش وشوف على راسك هو هذا هذا مالي هذا حزتك عطاك واش كيقول لك اللوكلي حزتك عطاك اييه هذه كاينه اللي حزتك عطاك دار معك الوالد الله يتمكم عطينا وقت من وقت ها هي هانا خدم لك هانا مرحبا شوش الخيرات تبارك الله لا بعنا بعنا الصراحه شحال شحال بعتوا؟ بعنا ب 900 وبعنا ب 800 بعتوا ب 900 وب 800 جوج ماركات ديالي كاينه ها الماركه وهذيك وهذه ب 800 وهذيك شحال؟ كاع مليح هاد حيت السلعه تزوجات هذا السلعه وهذا السلعه هادي السلعه زعما مليحه عندك انت لا كلشي مليح كاينه المليح كاينه المليح كاينه واخا الله يسهلك الله يحفظك كاع ما واعر كيفاش واعر 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 تبن ولا تبن تبن مية هذا انا نفر عليه بهيمه طير كامل الله يلطم بينا الله يصور الله يصور الثمن الاخر شحال؟ خويا اهلا لاباس عليك؟ برا مع الوقت كملتوا اخويا اليوم بكري قال لي خويا عندي شي سلعه زوينه علاش كملتها؟ الله يسهل عليك بشحال بعتي اليوم؟ بشحال بعتي؟ 650 650 الله يسهل عليك يا رجل خلط دم الشحط مخلط 600 هي اللي ثابته 600 هي اللي ثابته ايه مرحبا تو عبيده مرحبا مرحبا اشنو هاد الفراخ هادو؟ سي الزيتوني اخويا هادشي الكنار كنار شحال داير هاد الكنار؟ الكنار داير 12 مدريات 60 درهم 60 درهم وهادو اشنو؟ وهنا كاين البيريش بيروش ايه داير 30 درهم الحبه ايه كاين ليزانس 6000 ريال جويجه 6000 جوجه 6000 ريال جوجه اها كاين السمان هاد فرع السمان السمان عندك تهرب لك تسرب عندك لا ما تهرب ما والو اللي باغي البيض واللي باغي شحال داير 10 دراهم الحبه اش تاكل؟ كنت تاكل سيكاني بحال الدجاج واخا مرحبا اتفق انا الزيتون مرجان